تصدرت المرأة الفلسطينية المشهد في غزة بقوة قلبها وصلابتها وتحملها في ظل تواصل العدوان والحصار الإسرائيلي، ومن بينهن طبيبة فلسطينية لم تخش رصاص الاحتلال ولم تتردد للحظة واحدة في المخاطر أو في المخاطرة بحياتها لإنقاذ جريح ينزف، ما دفع السكان لإعطائها لقب امرأة غزة الحديدية. بقلب قوي هزم ويلات العدوان وبروح أبية لا تخشى رصاص الاحتلال، تصدرت المرأة الفلسطينية المشهد بصلابتها وقوة تحملها ومقاومتها التي تخشع الجبال. امرأة غزة الحديدية لقب جدير بالطبيبة أميرة العسولي التي لم تتردد للحظة واحدة في المخاطرة بحياتها لإنقاذ جريح ينزف على مقربة من المدخل الرئيسي للمجمع الطبي، إذ خلعت معطفها الشتوي في ظل البرد القارس وانطلقت بأقصى سرعة لها تقطع المسافة بين باب المستشفى والخيمة التي يرقد بها المصاب، خافضة رأسها تفاديا للرصاص تجاه الشاب الفلسطيني المصاب قبل أن يلتحق بها طبيب وشابان آخران. الطبيبة المتقاعدة من مستشفى ناصر الطبي التي عادت إليه لتعمل متطوعة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع أكدت أن ربها نزع الخوف من قلبها، إذ دفعتها مشاعر الإنقاذ إلى مساعدة الجرحى وإن كان الثمن حياتها. أول شيء إحنا رسالتنا معروفة، يعني من يوم ما تخرجنا وإحنا قسم إنه أي إنسان بيحتاج أي مساعدة واجبي إني أنا ما أدور على نفسي وأدور على إنقاذ الآخرين. هذا مدبلج في عقولنا، يعني مش شيء جديد. سبحان الله، ربنا نزع الخوف من قلبي. إذا بحس إنه في حدا محتاج أي مساعدة مش راح أفكر في ثانية في نفسي، راح أفكر في إني أنا أنقذ الناس. القناصة اللي قنصت الشاب اللي كان تحت وقنصت إنه وجهت مباشر مش كوات كابتر، هذا قنص مباشر اتجاه مبارك واتجاه المجمع ناصر. المرأة الحديدية لم يكن اللقب الوحيد الذي حظيت به الطبيبة، إذ أطلق عليها أيضا بطلة خان يونس والطبيبة الفدائية. ورغم الشهادة الكبيرة التي توجتها بتلك الألقاب إلا أنها لا تكفي شجاعتها ولا تضاهي قوة قلبها شيئا.